السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم خاص بالجيومتري نود، وهننشئ البروكسيميتي افكت. قبل ما نبدأ في الجيومتري نود هننشئ عندنا بلين و امبتي شيفت اي، هنضيف امبتي بلين اكسس ونضيف بلين. بعد كده نذهب الى الجيومتري نود تاب، مش محتاجين هذه القائمة. نختار البلين ونضغط نيو. طبعا التايم لاين هنخفيه عن طريق رايت كليك جوين ارياز. هنضيف كيوب الاكسس او الابعاد 5 متر، ومش في الجيومتري. وهنا الفيرتكس او التقسيمة 6. لو جينا بصينا ده كده 6 في 6، تمام. بعد كده انستنس، هنضيف انستنس اون بوينتس هيختفي، فهنضيف هنا كيوب. لازم هنا نضيف اوبجكت الكيوب ونضيفه في كوليكشن اسمها وليكن اوبجكت، لان هيكون عندنا اكتر من اوبجكت. هنضيفه هنا وليكن، وهنضيف هنا بيفل، وهنا وليكن 3. كلام سليم. نرجع تاني للبلين، هنضيف الكيوب. مثلا نضيف الكيوب، ممكن هنا نعمل دبن، نضيف الكيوب هكذا. ونضيف الجيومتري في الانستانس هكذا. طبعا ممكن نقلل السكيل. طيب كده ده اول سيت اب معانا. كررنا، عملنا ايه؟ كررنا الكيوب في المش عندنا. هنضيف عندنا هنا ايضا الامبتي، هنضيف بعدها مش لاين، ونضيف بعدها ماب، ممكن ماب رينج. ونضيف color ramp. ونضيف proximity في البوينتس مش تو تارجت. وهنا هنضيف اللوكيشن في الستارت لوكيشن، الكاونت 1. بعد كده هنضيف كلر رامب فليب و الريزلت في الفاكتور والكلر في السكيل. طيب احنا ضفنا الامبتي، اهم حاجة يكون عندنا هنوصل مش لاين بالتارجت والديستانس بالفاليو. ما نوصلش البوزيشن ولكن الديستانس. وهنا الكالر رامب، خلينا نشوف لو حركنا الامبتي فده اللي بيحصل عندنا. هنغير الفروم مينيمم بحيث القيم، بحيث ما يكونش فيه انترسكشن. ممكن اغير الماكسيمم هكذا، ممكن اغير المينيمم. ده كده النتيجة عندنا. طيب هضيف عندي هنا كيرف سيركل هكذا، واضيف هنا كونسترين الامبتي، اضيف هنا كونسترين فولو باس، وهضيف هنا البيزير سيركل. ممكن خلينا نشوف، لو في عندنا دلوقتي التايم لاين ولكن 150، هبدأ بصفر، وهنا هقول ان ده كده 100.
خلينا نضغط بلاي. هذا كده هيكون لينير، ولكن هنا في الكيف ريم 150 هنضغط هنا 150 هكذا. يبقى احنا بدأنا بالواحد و عند عند 150، قلنا ان ده كده هيكون 100. طيب كلام سليم ده كده. احنا لو في intersection ممكن نقلل المينيموم هكذا. هنخلي ده 4 وده ماينس 1 وماينس 2. طيب تقريبا احنا دلوقتي وصلنا لدرجة معقولة في الانيميشن. فهنعمل بقى، هنكرر، احنا عندنا دلوقتي كيوب فقط، هنكرر هنضيف عناصر اخرى. فممكن من الاكسترا اوبجكت في عندنا جير، وفي عندنا ممكن نضيف دايموند، وممكن نضيف جير. والاتنين دلوقتي في الأوبجيكتس. طيب بالنسبة لي الكيوب، هنضيف سيبرت جيومتري، وهنا هنضيف هنا في السيليكشن هنضيف راندوم فاليو. راندوم فاليو والفاليو في السيليكشن، ونقلل هختار هنا بوليان واوصل الفاليو بالسيليكشن، ودي وليكن 0.4. طيب يبقى احنا هنا قسمنا الجيومتري. بالنسبة لي الانفيرتد هيكون انستنس تانية، ولكن هنا الكالر تو سكيل، ولكن المرة دي هيكون في انستنس وليكن زي الدايموند، ونوصل الجيومتري بالانستنس هكذا، وهنقول ان فينا جوين جيومتري، وهنوصل الجيومتري بالجيومتري. والانفيرتد هو اللي هيكون هنا في البوينتس. طيب احنا دلوقتي ممكن نكرر الكلام ده اكتر من مرة. ار اكس ممكن. طيب هنضيف instance point مرة أخرى ونوصلها بالجوين. ممكن نضيف ايكوسفير،
ونوصل مش بالانستانس radius بو هند او 5 subdivision يكون 4 وهنكرر الكلام ده مرة أخرى. اللي في الانفيرتد هنقول separate geometry و random وليكن هكذا. والانفيرتد اللي طالع من هنا هو اللي هيكون في البوينتس. نزود هنا هكذا. طيب خلينا نشوف نضغط بالاي. بالنسبة للسكيل نفس الكلام. طيب ده كلام سليم. مش باقي غير ان نظبط الماتيريالز، فنضيف هنا ده ماتيريال واحد، ده ماتيريال اتنين، ده ماتيريال تلات. أول ماتيريال وليكن بهذا اللون، roughness point 2 5. الماتيريال دي وليكن بهذا اللون، نضيف كلير كوت هنا هذه الماتيريال بهذا اللون. ممكن نضيف ميتاليك و كلير كود. طيب في عندنا instance of points، هنضيف هنا set material. طبعا التوتوريال ديت او الدرس ده اسهل من الدرس اللي فات، مفهوش اي تفاصيل كتيرة. join areas. طيب ممكن نخفي بقى الأوبجكتس. طبعا ميزة الجيومتري نود ان انا عملت انيميشن هكذا، ممكن مباشرة اغير ارجع لي الجيومتري نود بعد ما رندرت، اغير بس الأوبجكتس هنا، اختار أوبجكت تانية واعمل رندر. يعني اغير بس هنا الأوبجكت انفو واعمل رندر مباشرة في أقل من ثواني. ده كده ميزة الجيومتري نود. طيب دلوقتي عندنا الـ Empty. طيب هخفي دلوقتي الـ Objects. لو جيت في هنا في الكلام ده يكون ظاهر أكتر بعد ما أضيف الـ Light. طيب هضيف هنا Plane RX 90 degrees selection to cursor و scale هكذا. هضيف كاميرا و احركها في او انقلها لي الكاميرا collection، وايضا البلين في الكاميرا. هضيف عندي هنا area light الفين وات والسايز ولكن اربعة، وهضيف عندي هنا ايضا هضيف سبوت الباور 8000 وريديوس ولكن 5 والسبوت سايز 80. هاجي هنا في الفيو اظبط عندي الكاميرا. طيب دي بداية كويسة. هختار
اللايت وحركهم للكاميرا، وعندي في الكاميرا هقول ان الفوكال لينس هقول يكون 80. هختار كل العناصر واعمل روتيت في الاكس، هكذا طيب. في بعد كده بالنسبة لي ريندر ده 300، ممكن أقلل لايت باسز أخليهم كلهم هنا 3 والتوتال 4. ده كده دلوقتي هيقل طبعا أنا 150 فريم. هنا أختار طبعا اللوكيشن، أختار سواء كان بي ان جي أو فيديو. خلينا ممكن نضيف طبعا HDRI، خلينا نضيف HDRI. ده كده عبارة عن رندر لفريم واحد ولو الفريم 120، وبكده يكون درس التاني او التطبيق التاني في الجيومتري نود انتهينا من التطبيق التاني. ان شاء الله يكون في عدة دروس عن الجيومتري نود وتطبيقات اخرى، وطبعا في الوصف هسيب لينك لكورس الادومي، في كورس تصميم منتجات، وفي كورس ايضا للكورس الشامل هنشرح فيه الشادر ايتور، وفي شرح مفصل للجيومتري نود وشرح مفصل للانيميشن. هسيب لينكات للكورسات في الوصف. الدرس القادم هيكون مختلف شوية، نشوف ازاي ننشئ لو بوليسين او استايلز موديل او جيم اسيت في بلندر.